كل ما تبرد الدنيا وخاصة وقت اللي نسمع أخبار وأزمة عالمية على مسألة الغاز، أكيد نخمو في وضعنا في تونس، وبتتر نجمو نتذكروا أزمة القوارير الغاز المنزلي اللي عرفتها البلاد في ديسمبر 2020، واللي تسبب في مشكل كبير في التزود بالمادة هذه، خاصة أنه جيت مع فترة البرد. حبينا ناخذوا الأكثر تفاصيل في علاقة بالوضعية اليوم مع رئيس الغرفة الوطنية الموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة سي محمد منيف، اللي حاضر معايا بالتليفون توا. صباح الأنوار سي محمد، مرحبا بك معنا في كافي كريم. مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي ديوان الفم. كل شكر سي محمد. في البداية خلينا نحكيه على وضع تونس اليوم، خاصة في علاقة بالتزود بقوارير الغاز المنزلي. هل أنه فما نقص في التزود في محطات الموجودة في رادس وإلا في جيبس؟ أي والله الحقيقة المدة هذه فما إشكالية بدأت في تونس في محطة رادس. بابور مع اللي يجيب البرودوي فما تأخير باش البابور يدخل. فما بعض المراكز اللي توقفت على العمل لمدة يومين ورجع يوم السبت. صارت معناتها الموزعين نتاع الشمال كلهم ولاو يعبيوه من السنتر نتاع جابس، ولا ضغط كبير في جابس. نهار السبت البرودوي في جابس، فما بعض المراكز مش تحكيه وفعلا من البرودوي ما تلتو ما عندناش برودوي، بابور ما دخلش، ما عرفوش وقتاش. فما حديث يقول ممكن نهار الاربعاء، ممكن نهار الخميس. والتاخر هذا بسبب شنو يا سي محمد؟ لو كان انت هكا متابع اللي نسمعوا به احنا توا مواطنين، معناتها راهو مش يقولوا البابر معناتها في البحر ويستنوا، معناتها يستنوا يعني موجودين لكن مازالوا ما دخلوش، ما نعرفوش الاشكاليه بالضبط علاش. معناتها يعني فما اشكال نتاع انه باش نخلصوهم والا ليسي محمد، ما نعرفش خاطر المعلومه هذه يقولوا هكا، ما نعرفش. ماني قلت لك كمواطن انا بالنسبه لي انا نسمع في حديث كما هذايا. وكرئيس غرفه وطنيه لموزعي قوارير الغاز المنزلي، شنيا هكا بتتر ما عندكش معلومه رسميه؟ وضعيه كما هي ما تعرف، ما تحكيش معناتها من المصادر الرسميه، ما يقول لك حد. احنا الاشكاليه شنيا؟ الاشكاليه معناتها ما فماش برودوي في الصناتر. الموزعين الشاحنات نتاعهم من نهار السبت هما واقفين قدام مراكز، فما اللي يقعد بالليلتين وبالثلاث ايام معناتها باش يوصل يعني. ضغط كبير، الناس اللي كانت تخدم في ظروف عاديه ولات معناتها متوقفه كومبليتمون خاطر ما فماش برودوي. دونك معناتها ضغط في السوق، المستعرف زيد، العباد تسمع ما فماش غاز، واللي فما لهفه زاده. وي معناتها برشا تخلي معناتها السوق الحقيقه معناتها فراس والعباد معناها ما فماش حتى معناها تفاعل من معناها رد من السلطات الرسميه في علاقه بالفقدان نتاع الماده هذه يعني لحد الان. يقول لك يحكي لك حد معناتها تو احنا الشركات التابعه نتعاملوا معاهم، تجي تحكي معاهم علاش، يقول لك نستناو في بابور يدخل هذه. يعني حسب الوضع اللي قاعد تشوف فيه وتواصلك مع الموزعين تاع القوارير الغاز المنزلي، ممكن نشهد أزمة كما اللي صارت في 2020 سي محمد؟ إن شاء الله لا، نقولوا احنا إذا معناتها دخل بابور من الغدوة ترجع الأمور عادية، معناتها نهارين ترجع الأمور عادية، معناتها مش مشكلة. معناتها فما يزيد يوخر ومع تبرد شوية الطقس، أنا الصباح نسمع في الإذاعات معناتها فما ممكن إمكانية نتاع الطقس باش يبرد شوية تولي الأمور تنجم تكون مقلقة. يعني الوضع مقلق اليوم في علاقة بالتزود بقوارير الغاز المنزلي. ما نعرفش سمعنا أنكم باش تقوموا بتحركات احتجاجية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لو كان تعطيني تفاصيل يعني كيفاش باش تكون التحركات هذه؟ والله الحقيقة معناتها تو عنا عامين ونعانيو في صمت، معناتها نبعثوا الراس لسلطة الإشراف نتشكيو نقولوا لهم راهو معناتها مش معقول تزيدوا في المحروقات وما تزيدوش الموزع في منحة التوزيع نتاعو. الناس فرت، الناس معناتها الحقيقة معناتها فما عباد باش تفلس، فما عباد معناتها مش تسكر كومبليتمون، يقول لك أنا ما عادش نخدم بالطريقة هذه ما عادش تساعدني. تو عندنا عامين كيما قلت لك وإحنا نراسلوا في سلطة الإشراف ما فما حتى تجاوب.
الزيادة الأخيرة متاع 125 مليون معناتها زيادة كبيرة برشا. الحقيقة معناتها عنا اجتماع غدوة في اتحاد صناعة التجارة في تونس المركزية، والعباد متقلقين برشا، وممكن معناتها فما تحركات معناتها المدة القادمة معناتها. يعني بالإضافة للفقدين متاع المواد هذية اللي للتزويد بالغاز المنزلي، كيف كيف زادة مع التحركات احتجاجية اللي مقررينها هذية الوضعية في علاقة بالغاز المنزلي. حبيت نفكر آخر الإحصائيات اللي تنشرت في 2018، تقول انه كميات الغاز اللي ننتجوها والا نستوردوها 74% منها تمشي لانتاج الطاقه الكهربائيه، والباقي 17% الكبار ومتوسطي وصغار الصناعيين، و9% فقط تمشي للاستهلاك المنزلي والحرفي. ما نعرفش اذا كان فما تحيين في علاقه بالاحصائيه هذه، خاطر 9% فقط معناها تسمى نسبه قليله لمساله الاستهلاك المنزلي. ونعرفوا يعني التونسي وخاصه ما عندناش ثقافة انه ندخلوا الغاز دو فيل، مازالت العباد معناها هكا دبوسة الغاز في جرتنا. والله الحقيقة بالنسبة للشيفر هذوما ما عنديش تحيين مثلا الشيفر جدد من نبدأ عليك مجنون غلطك. كيفي انا كيفك معناتها نسمع بالشيفرات هذوما جديد، ما فماش ما سمعناش حوايج جديدة. دونك اخر تحيين في 2018 صار سي محمد، وهذايا الوضع حبينا ننقله لكم كيف ما هو، بتتر حبينا نستشرفوا ونشوفوا الوضعيه، لكن تقريبا كما قال وضعيه مقلقه. سي محمد منيف يعطيك الصحه على التدخل معنا لليوم، كل الشكر ليك رئيس الغرفه الوطنيه الموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجمله. أزمة الفترة هذه التزود قاعد يصير فقط من محطة الغاز اللي موجودة في جيبس، ضغط كبير صاير على المحطة هذه. دونك باش تفهموا إذا كان لقيتوا فقدين في المادة هذه، أعرفوا أنه فما بابورات في البحر حسب ما يدور في هكا ما يروش، خاطر سي محمد مازال ما عندوش حتى معلومة رسمية، وكيف نقولوا ما فماش حتى معلومة رسمية. مهم برشا اليوم أنه الوزارة تخرج وتوضح للعبيد باش الناس تفهم الوضعية بالضبط، خاصة إذا كان فما إشكالية متاع أنه باش نخلصوا الناس باش نجموا أن يقع توفير المواد هذية للغاز المنزلي. هذه كل التفاصيل خذيتها.